أكيد الاستوديو نور بوجود زملائنا ياسر وعمار، زملائنا مراسلين قناة دجلة وصباح دجلة، كل يوم يحضرون مجموعة من التقارير، يتعبون يقدمون كل ما عندهم حتى يطلعون بأحسن صورة ونطلع الصباحي بأحسن صورة. أكيد وهذه مفاجأة يا زينة الوهج ومروة أنه دي يشوفون ويانا مراسلين صباح دجلة وقناة دجلة ونورونا بالاستوديو. يسعد صباحكم حسين وعمار. عمار صباحكم، صباح الخير عليكم، شو أخباركم؟ والله إذا أنتم زين إن شاء الله زين. شلونها تجربتكم ويا التقارير واللي من بلشتوا لحد هسه؟ أول شيء صباح الخير عليكم، صباح زينة ويسر، صباح الخير على زميلاتنا مروة وهج ووهج في عمان، تحياتنا أيضا للست هناء ولكادر إعداد برنامج صباح دجلة. نعم. تجربتنا ببرنامج صباح دجلة ممكن تكون هي تجربة فريدة من نوعها. أكيد. باعتبار اليوم البرنامج الصباحي أحاول إنه يوصل يعني لكل بيت عراقي، حاولنا أنه نتعايش من خلال يعني الجولات المباشرة اليومية والتقارير اللي نعدها بصورة يومية، قدرنا أنه من خلال البرنامج الصباحي أن نوصل الثقافات داخل هذه المدن، ننقل انطباعات هذه المحافظات. أنت فعلا أنت تقاريرك كلها بالسماوة، قلت لي بالسماوة. أنا ببابل، بابل ابن ديرتي، أنا من الحلة طبعا وهو من الحلة، أصلنا من الحلة بس أنا حياتي بشايفة الحلة، فأريدك تحكي لي عنها لو ما تقاريرك، أنا ما أشوف الحلة الصراحة. طبعا صباح الخير عليك، صباح الورد وزينة، صباح الخير على فانيتا وهج، تحياتي لفانيتا والمروة. صراحة أنا متعود أطلع دائما فانيتا وهج سابقا، أنه أنا أكون دائما بالشارع أنقل مروة حاليا حاليا يعني أنقل العادات والتقاليد اللي يصير داخل محافظة بابل. صراحة اليوم جو جميل جدا أنه أنا أكون حاضر داخل الاستوديو في أربيل. صراحة الحلة حلوة، أيه جميلة، يعني الحلة بها متنوعة، الحلة عبارة عن عراق مصغر، أكيد الحلة بها كل الطوائف، الحلة بها الآثار، الحلة بها هي من سنة القانون في العالم، الحلة جميلة. فبالتالي أنه أنا بالنسبة لي كبرامج صباحية أنه إحنا لازم نوصل أنه الحلة هي مو فقط سياسة، هي مو فقط هم وغم، لا أكو جوانب كل شهواي حلوة بالحلة. نعم. نحاول إحنا كمراسلين للصباحي، الحلة جميلة جدا ووصفة أجمل للحلة، دا حس دا ينطي كل مشاعره من يقول الحلة. هي طبعا هي الحلة مدينتي، مدينة طبعا لكل واحد بالعراق، على اعتبار أنه هي راح أغني لك أغنية حبيبتي من الحلة. هاي زين. طبعا أكيد راح يكون اللي غناها طبعا الفنان حسام رسام، أكيد طبعا هو من الحلة طبعا. وأنا ليش تحكي شناني من الحلة يوم نحاول البرنامج على الحلة بعد اليوم صار الحلة الموضوع طبعا صاروا ويانا بتجو وهج ومروة. يا عين اليوم شو رأيكم بالمفاجأة اليوم؟ حسين أول مرة يطلع بلقاء ماكو مشاكل، ماكو استطلاع، ماكو مشاكل عائلية، ماكو مشاكل المرأة ويا رجلها. وأكيد تحياتنا لزميلنا حسين ولزميلنا عمار، يعني اليوم احنا مراسلينا انا اقول دائما عنهم ابطالنا، لانه هم اللي عايشين بقلب الحدث، هم اللي يتحملون حر الصيف برد الشتاء حتى ينقلوننا يمكن كل تفاصيل الجولات اللي يقومون بها وينقلوننا الصورة الحلوة عن عراقنا الحبيب، فتحياتنا لهم. اكيد واحنا نتمنى انه انتم همين تجون الاربيل وننجم هاي الجمعه الحلوه باستديو ان شاء الله يا رب، ان شاء الله قريبا باذن الله شباب. لو انتم تجون انا مع التقارير اللي تقدموها اللي تنقل بها صوره العراق اكثر من جميله. طبعا وهج سوت لي مشاكل كل شيء هاي والله صراحه، حاليا جاي تسمعني يعني اكثر مشاكل ويا عائلتي صارت هي بسبب وهج، يعني ما اعرف يعني انا اوجه رساله مناشده من خلال برنامج من خلال انه انطلاقة اربيل الى عمان الى ست هناء، يعني كل شغله بيها زواج بيها خيانه بيها لازم انه لا مو هيك لا يعني وكان ما ندري بيه زوج الوفي اتفاق ومنهج انه لازم حسين يطلع، ليش حتى يرجع حسين ويزوجته تصير له مشكله؟ صار لك مشكله ماكو يوم طلعنا عن هذا ليش الموضوع، اعتقد اكو ايادي خفيه ورا هذا الموضوع يعني انداري انداري احنا بالمواضيع. انا والله لا بالعكس وهزي كل اللي تعطيني المواضيع هي سوفت او المعدات البرامج هي سوفت فقرات لطيفه، لكن مشاكلنا احنا يعني كمراسلين بالشارع اريد اعرف ايه المشاكل الخفيه اللي الناس ما يعرفوها. يعني مشاكل صراحه واحده من عندها انه هي مو خلف الكواليس، كانت امام الجمهور.
كنت بحضرة للأحسن موجودة، فعاني فضول الصحفي إنه يجرب هذا الشعور. أكيد. فنتا وهاد كان موجودات قال عمار جرب ما أدري شو، قلت له أوكي راح أجرب. كمل جهزوا الحصان، أجيت أريد أركب الحصان وضع طبيعي، ركبت ومشيت بي شوية. هنا أنا قرروا إنه الحصون اللي موجودين أنا بنصهم قرروا يتعاركون، وأنا فوق الحصان وعلى الهواء. لا مشكلة يعني أركو على الهواء وهيك، فالمصور ما ينتبه علي، أقول له وخر أريد أنزل أشرد أسوي لي شغلة، المصور ما وخر. المهم هسه نزلت أني فشردت من المكان، وين رحت؟ لقينا نعامات، كنت مكان النعامات عالية طويلة وهيك. لا لا يعني مو هو وهج، وهج شو مسوي فيهم يا وهج؟ أنا دائما أداريهم أحب المشكلة هم بيك يا وهج، طلبات مفاجئة على الهواء اللي تصير لكم ويا الناس، هم صاير موقف مضحك ويا الناس اللي تريد تسوي لقاء وياه او تساله فد سؤال او تقرير تريد تكمله، هم صاير فد موقف مضحك، واحد عايفك رايح واحد حاكي غير حكايه، يعني هن الاف يحتاج ليومين يلا اقدر. لا بدا اقوى موقف، اقوى موقف انه انا طالع مباشر هم دا اسولف ما اعرف ايش، انا على الايربيس ويا الكاميرا دا اسولف ويا انا الاستاذ هيك دا اعرف هاي باوت عليه ما موجود اختفى راح. زين انا هسه شو اسوي حاله ما ادري والله، واختفى اختفى يعني زين اوكي شو اسوي بهيك حاله. المصور اشرت له قلت له تعال خل اخذك انت ضيف بمكانه، فاشرت مصور قلت له تعال اطلع لي، كان المكان ما موجود يعني متحف وهيك شيء، الاستاذ اللي انا المفروض اخذه هو موجود، فقلت له تعال انت سولف، هو عنده معلومات يعني، قلت له سولف له على هاي التقنيات، كان اهل الحله عندهم شغله لطيفه اللي عنده مقتنيات اثريه خليها بمتحف، يعني اللي يجي يزور الحله يروح المكان راح يعرف كل الحله شنو تفاصيلها شلون يعيشون بمكان واحد، اللي عنده يعني تحفيه اللي عنده يعني اشياء قديمه تخص التراث كلهم ان اهل الحله يحبوها نخلوها بمكان واحد حتى اللي يزور هذا المكان. طبعا اخذنا هواي احنا شوف قد حكينا على الحله يعني السماوه هي على مدى 17 سنه الحكومات المتعاقبه كلها ظلمتها برنامج الصباح لازم تطلعنا لا لا ما نظلمها لا هي المواقف كثيره زينه مثل ما قال زميلي عمار انه احنا بصوره مباشره مع الناس ايضا في يوم من الايام انه اتفقوا يعني مجموعه من الناس اللي عمال بالتحديد انه جوله نتعايش وياهم جوله صباحيه وياهم فاتفقت وياهم قلت انت لازم يكون اتفاق مسبق لانه الصحفي والمراسل التلفزيوني واكثر ما يعاني منه هو الانترفيو انه كيف انه يحصل صعوبه يعني انه يحصل يصير انه شخصيه خصوصا اذا كانت انه امراه والتحديد انه المناطق الجنوبيه فاتفقت وياهم انه خلاص انه راح نتكلم عن الجمريه اي ما تعرف انه الحطب اللي موجود بشتى العمال يدفون عليه حتى ممكن يمارسون عملهم فاتفقت وياهم اريد احكي عن هذا الموضوع فطلعت لايف وخلاص وهج نعم انه حاليا متواجداني بحد البيوتات ومشغلين هاي الجمريه وهج اي وهج مشاكل وهج ما راح نخلص فاتفقت وياه قلت له يعني احكي لي شلون تصير هاي قال لا ما احكي لي انت ما واربعتهم ما حكوا متفق وياهم شو سويت؟ قلت على ما يبدو انه يعني برد الشتاء القارص يعني منعهم من الحديد لازم اكون مخرجين عنها العصفوره همين غششتني قالت لي اسالك منو فانيتا؟ اي منو فانيتا؟ فانيتا اي يعني اكثر اسم موجود بالبرنامج الصباحي غلطوا به المراسلين مره يسموها فانتا مره فالنتا مرة فانيتا تمام أكثر اسم تمام طبعا نوجه لها كل الحب والاحترام من زميلتنا والأخت فانيتا اللي أبدعت حقيقة إنه خلال فترة إنه تواجدها ببرنامج الصباح نجلة فالمواقف هي كثيرة مع الزملاء بمكتب عمان طيب زينة أو يسر اسألونا يا على قصة ويا البامية احنا بيننا وبينكم الحمد لله قادم الأيام راح يشهد مفاجأة البامية هيا من وهج السؤال البامية طبعا كان المفروض انه توصلك باميه لعمان مو باميه هي 10 كيلوات من بغداد ماركه مسجله باسم السماوه اوكي بقيه المحافظات ممكن انه يتحسون من هذا الموضوع ما عندنا شيء طلعت لكم لا لا عندنا اشياء جميله بالسماوه البانيه يعني يعني يوصل سعر بانيا لو باميه به بمصطلحين بانيا اكو بعض يسميها هي شنو بانيا لو باميه اكو بعض يسميها باميه واكو بعض يسميها بانيا انت شو تسميها باميه يعني باللهجه الشعبيه الدارجه ممكن تكون هي بانيا طبيعيه يعني وممكن باميه طبيعيه يعني بامية. يعني لهجات تختلف من محافظه اي محافظه باميه انه من تنزل يعني يوصل سعرها الى 30 الف دينار لاول نزولها بالسوق السماوه تمتاز انه يعني طول حجم البامية بالتحديد يعني بطعمها
خصوصا انه تكون مرغوبه بمدينه السماوه لانه تزرع قرب يعني شواطئ الانهار، لذلك انه هسه يمكن وهج هي تريد من عندك باميه. هو وعدني وراح الوعد. شوفي وهج راح الوعد يعني عنيد انه تقول الباميه انه لا بغير بمحافظاتنا موجوده وتطلع انه بصوره مرتبه، بس بالسماوه انا اعتقد كابن هاي المدينه انه الباميه هي ماركه مسجله باسم المدينه نجرب السماوه حاله حاله شمال. بس تحكي يريدون يجربون. خلينا نسهم وهج بتعذيب المراسلين، شو رايك بالكلام اللي حكوا؟ والله هو زيتونه والله مكتوب عنه حسين دائما الباميه سواها للسماوه، السمك سواها للسماوه، حتى العصير احنا اللي ندري به انه السماوه تمر، يعني اكو اغنيه على نخل السماوه، شنو الوضع يعني؟ نخل طبعا نخل السماوه يعني كثير من الشعراء والكتاب والمطربين اللي تغنوا بهذه المدينة لطيب مدينة السماوة ولكرم مدينة السماوة، ويعني يزيدني شرف أنه أنا ابن المدينة التي انطلق منها الحرف الأول من كتابة، لذلك أنه السماوة طبعا يعني مشكورة إدارة قناة دجلة خصصت يعني مساحة كبيرة لهذه المحافظة طبعاً. مظلومة إعلاميا كانت، ما كان أنه صوت السماوة يوصل، ما كانت أنه معاناة الناس ممكن تظهر. لا أكيد إحنا نوصلها ونوصلها بأجمل يعني صورة وأحلى صورة، ونقول أنه بامية بيها أحسن مكان مو والسمجهم طبعا كلش استمتعنا طبعا استمتعنا احنا كلش وياكم، نتمنى انه يكون ونسمع المواقف اللي موجوده الباقيه، لكن هاي مواقف مضحكه. يلا ان شاء الله قادم الايام ممكن نشهد هاي المواقف بالبث المباشر بعد يكون نرتبط بالمحافظات. لازم نريد كواليس يعني يوم من الايام انه طالعين بمكان تدرون يعني وضع التراب وخصوصا المناطق الجنوبيه، واحد جاي انه اريد اختم تقريبا بستو كاميرا، والا اريد اختم من المثنى حسين الخزعلي الاقى بوجهي يعني انت طالع 2 الظهر والشمس والحر تجيك على الاطراب فرقش الكاميرا الثاني وصل لك انه مشاكل واضحه. الله يقويكم اكثر ان شاء الله. الناس اللي يتعبون المراسلين انا حاسه بالتعب اللي يحس به المراسل، يعني ما تتخيلون شنو موجوده خلف الكواليس، ما تتخيلون شنو الكلام اللي يسمعونه يعني الصراحه من الناس. ما متوقع المراسل لانه ما مر بهاي التجربه، يعني هي اعتقد من اساسيات المجال الاعلام هو المراسل، لانه يشوف كل الطبقات، يتعامل ويا كل الناس وكل النفسيات. اكيد فاني اقول الله يكون بعونكم والله يقويكم ان تقدمون اكثر واكثر وتبدعون بهذا المحتوى رائع. شكرا لكم ونورتونا.